السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس المفيد سوف نتعرف على طريقة تعريف أي شيء تريده انطلاقا من هذا الموقع. سوف أضع الرابط أسفل الفيديو. عند الدخول إلى الموقع مباشرة تضغط على بدء الكشف ثم إلى بدء الكشف. هنا سوف تنتظر أحباب الله هنا ليتم معالجة الوحدات. وهنا سوف يعطيك مواصفات الجهاز عامة من المعالج ولوحة الأم وكل شيء. كيف تقوم بتأتي إلى مشغلات الأجهزة، ننقر عليها نقرأ، ثم بطاقة الرسومات تقوم بالضغط على الإصدار هذا، ثم تضغط على التنزيل. سوف يأخذك إلى هذا الموقع. سوف ننتظر أحباب الله. سوف تنزل أسفل وتلاحظ كلمة داونلود، تضغط عليها مباشرة. سوف يقوم البرنامج بفتح هذه الصفحة. نضغط هنا على هذا الرابط ثم يتوجه مباشرة إلى هذا الرابط. أحباب الله، لاحظوا قد تم التحميل. أنا لا أريد تحميله لأنه فعلته لدي واشتغل. ولاحظوا هذا هو بعد التثبيت، قمت بتثبيته لأجل الإضاءة، الرفع وخفض الإضاءة كان لا يشتغل معي، لذلك قمت بتثبيت هذا التعريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.